مساء الخير، حلقة جديدة من سوريا اليوم، ولدينا فيها في محورنا الأول تصعيد من الجبهة الشامية في الجيش الوطني ضد الحكومة السورية المؤقتة. الفصيل يعلق عمله حتى تغيير رئيس الحكومة، وذلك في إثر خلافات في تركيا. في المحور الثاني، رداً على هجماته بالمسيرات، فصائل في شمال غربي سوريا تهاجم قوات النظام السوري بريف حلب اللاذقية. أما في محورنا الأخير، بعد تهديدات ومهلة، قوات النظام تقتحم مدينة تلبيسة بريف حمص بحجة ملاحقة مطلوبين. أعلنت الجبهة الشامية إحدى فصائل الجيش الوطني السوري تجميد التعاون مع الحكومة السورية المؤقتة، وطالبت الائتلاف الوطني بحجب الثقة عنها وإحالة رئيسها عبد الرحمن مصطفى إلى القضاء. يأتي ذلك بعد جدل وتراشق بالاتهامات خلال اجتماع في غازي عنتاب عقد بين مؤسسات المعارضة والجانب التركي. في ذروة التحولات الثورية، حيث تتشابك الخطى بين أهداف مشتركة ورؤى متباينة، يترنح المسار في مشهد لا يخلو من التعقيد. انقسام بين مكونات المعارضة السورية ظهرت ملامحه مع أول لقاء جمع اللاعبين الرئيسيين في الحكومة السورية المؤقتة والائتلاف الوطني والفصائل المسلحة على الأراضي التركية. هناك برزت الخلافات حول القيادة والنهج، مما عمق الفجوة بين الأطراف وألقى بظلال من الشك على مستقبل التنسيق بينهم. وسط هذه الأجواء المشحونة، خرجت الجبهة الشامية في بيان حاد أعلنت فيه تجميد تعاونها مع الحكومة المؤقتة، وطالبت بحجب الثقة عن رئيسها عبد الرحمن مصطفى وإحالته إلى القضاء، متهمة إياه بفتح أبواب الاتهامات جزافا تجاه القوى الثورية، معتبرة أن تهجم مصطفى وما سماه البيان افتراءاته على الشامية خلال الاجتماع ما هو إلا محاولة اغتيال رمزيا لنضال فصائل وقفت بوجه الظلم، متجاهلا صوت الشعب وصد الميادين على حد تعبير البيان. الجبهة الشامية وصفت كلمات مصطفى بطعنة في ظهر الثورة وانعكاس لرواية الأعداء ومحاولة لتشويه صورتها في عيون الحليف التركي. تصعيد الشامية لم يتوقف عند هذا الحد، بل اعتبرت هجوم مصطفى على كيانها تواطؤا ضد الحراك الشعبي، مطالبة بتشكيل حكومة جديدة تتسع لما سمتها أحلام الشعب وآماله. بدن الثورة الذي اعتاد الانقسامات يواجه اليوم مرحلة أخرى من التصدعات، وكأن الانشقاقات باتت جزءا من نبضه بفعل معارضة تتصارع على السلطة والشرعية، بينما يتراجع اهتمامها بقضايا الشعب الذي يفقد الثقة تدريجيا في قيادات تكرس الانقسام بدل الوحدة.
نناقش هذا الموضوع مع ضيفينا دكتور سمير العبدالله مدير وحدة تحليل السياسات في مركز حرمول للدراسات المعاصرة، ومعنا سراج الدين العمر مدير العلاقات الإعلامية في الجبهة الشامية من عزاز. مرحبا بكما. أستاذ سراج، ما دواعي إصداركم بيان لحجب الثقة عن الحكومة المؤقتة؟ أهلا وسهلا حياكم الله وحياكم ضيفكم الكريم. بالنسبة لموضوع الحكومة المؤقتة التي صدر بيان الجبهة الشامية بخصوص حجب الثقة عن رئيس الحكومة وليس عن الحكومة كاملة. الحكومة بعمومها والائتلاف هو أحد منتجات الثورة وهي مؤسسات ثورية، نحن نفتخر بأننا جزء منها. أما رئيس هذه الحكومة فقد سار في الحكومة نحو نهج مختلف، وهو نهج العدائية تجاه المؤسسات الثورية الموجودة ضمن هذه المؤسسات. عبد الرحمن مصطفى خلال فترات سابقة كان معروفا بعدائيته للجبهة الشامية، ولكن يعني لم يتطور الأمر نحو تصريحات واضحة في اجتماعات رسمية أو شبه رسمية، وإنما كانت هذه عبارة عن علاقات يعني سواء المحبة أو الكره، إنما يبكي على الحب النساء. ولكن قضية أن تتحول أو يتحول هذا الكره للشامية إلى تصريحات تصدر عن رئيس حكومة، من المفترض أن الجبهة الشامية جزء من وزارة الدفاع التي تنتمي إلى حكومته، والأصل أن أي حوارات أو أمور داخلية تبقى ضمن الشأن الوطني أو ضمن الترتيبة السياسية والسيادية ضمن الحكومة ولا تتصدر نحو الخارج. أن يقوم رئيس حكومة بكلام بشكل مسيء نحو أحد الفصائل الثورية الذي قدم ما قدم خلال الفترة الماضية ضمن اجتماع رسمي موجود فيه مؤسسات دولية أو جهات دولية حاضرة في هذا الاجتماع، فهذا هو الذي لا ترضاه الجبهة الشامية، واعتبرت هذا الأمر هو يعني اعتداء سياسي عليها، وبالتالي هذا الأمر يتطلب محاسبة لرئيس حكومة لا يستطيع يعني أن يدير مواقفه السياسية وأراءه الشخصية بشكل منعزل طيب عن طريقة إدارته للسياسة العامة. طبعا يعني رئيس الحكومة دكتور سمير اتهم الجبهة في الاجتماع بالاختلاس، اختلاس أموال وبتهم أخرى، لكن برأيك كيف يمكن قراءة هذا البيان أيضا الذي أصدرته الشامية؟ وهل هو يعني نتيجة خلاف الذي حصل قبل يومين في هذا الاجتماع في غازي عنتاب، أم ربما هناك أسباب أعمق من ذلك؟ أعتقد أن هذا الخلاف هو يلخص الوضع الذي يعيشه الشمال السوري حاليا. يعني حاليا لدينا مسار تطبيع سيبدأ بين النظام السوري وتركيا، هناك كان موافقة على فتح معبر أبو الزندين باستثناء الجبهة الشامية، وأحد الأشخاص هم الذين رفضوا التوقيع عندما تغيرت بعض الشروط من قبل المنسق التركي، رفضوا التوقيع يعني هذا قبل فترة. هذا الذي حصل في الاجتماع هو يعكس حالة الخلاف الموجودة، وخاصة أن عبد الرحمن مصطفى ولا كل مؤسسات المعارضة من الائتلاف وهيئة التفاوض كانت تروج دائما لدى الأتراك ولدى بقية الأصدقاء أنهم قادرين على فرض الاتفاقات التي ربما يصلون إليها مع الأطراف الأخرى، لكن عندما يعني وصلت الأمور إلى المحك عند فتح معبر أبو الزندين لم يستطيعوا ذلك، ورأينا اعتصام الكرامة اللي موجود في عزاز، وبعد ذلك انتقل الاعتصام إلى أمام معبر أبو الزندين، حاولوا فتحه لمدة يوم بعد ذلك اضطروا إلى إغلاقه. فهنا يعني هناك جهات معارضة هي تحاول تمرير هذه التوافقات، ولدينا بعض الفصائل التي هي رفضت هذا الموضوع. ويبدو أننا الآن يعني أصبح هناك انقسام واضح، لأنه الائتلاف يبدو أقرب هو وهيئة التفاوض إلى صف الآن الجبهة الشامية، بينما لدينا الطرف الآخر الحكومة ومع القوى المشتركة في الجيش الوطني. يعني داخل المؤسسات المدنية أو السياسية هناك انقسام، وداخل المؤسسة العسكرية أيضا. باعتقادي أن ما جرى بهذا الاجتماع هو يعني عبد الرحمن مصطفى هو وضع نفسه بالواجهة بهذه المسألة، بينما مؤسسة الائتلاف ولائية التفاوض هم ضمن الموافقين على ما يجري. يعني ربما بدأ موقفهم وبحنكة من هادي البحرة وبدر جاموس، دائما لا يضعون أنفسهم بالواجهة، بينما عبد الرحمن مصطفى مثل ما نقول باللهجة العامية تورط وحط نفسه بالواجهة، وهذا الذي حصل الصدام. نعم بدت الفصائل أن قسم مع موقف الحكومة المؤقتة، وخاصة بعض الفصائل
مثل سليمان شاه وغيرها، وقسم من الفصائل ضد عبد الرحمن المصطفى. وهذا يعني يعود بنا إلى الوراء قليلا، هي المعضلة الموجودة في مؤسسات المعارضة، هذه الأشخاص اللي موجودين، يعني مشكلة الجبهة الشامية ولا حتى بقية الفصائل مع هؤلاء الأشخاص الموجودين الذين يحتكرون هذه السلطة أو تمثيل الشعب السوري. عبد الرحمن المصطفى كان رئيسا للائتلاف وبعد ذلك رئيسا للحكومة، ماذا استطاع تحقيق خلال كل طوال كل تلك الفترة؟ لم يستطع تحقيق شيء. فالآن عندما ازداد الضغط عليه يريد توجيه الأنظار أنه نحن كحكومة مؤقتة مستعدين للتطبيق، لكن هناك بعض الفصائل نعم هي تابعة لوزارة الدفاع وهم ضمن يعني كانوا يعملون مع بعض، يعني الجبهة الشامية حتى مع الحكومة المؤقتة، وهناك كما تعرفون مع برباب السلامة هناك اقتسام للموارد بين الطرفين. لكن الآن لدينا تقدم جديد هو فتح المعابر مع النظام، بما أنه لا يستطيع فتح هذه المعابر أو ضمان استمرار فتح هذه المعابر، يريد أن يضع بالواجهة الجبهة الشامية، وأعتقد كذلك سيعمل على أحرار الشرقية في الفترة القادمة، كون منطقة أحرار الزندين هناك تحت هيمنة الفصيل أو إدارة الفصيل. أنا أريد يعني فتح المعابر، لكن انظروا هذه الفصائل هي التي ترفض هذا الموضوع. فهذا الصدام الذي حصل هو عبارة عن صرف الأنظار عن ما يجري على أرض الواقع. بالحديث عن الشرقية، ذكرت أحرار الشرقية، أستاذ سراج أنتم في بيانكم أشرتم إليهم أيضا، وأن الحكومة تستعدي فصائل الشرقية وتتهمها بالتخريب والإرهاب، هل هذا الموقف منسق مع بقية الفصائل؟ البيان الذي صدر نتيجة للاجتماع الذي حصل. في الاجتماع كان هناك إساءة واضحة من قبل عبد الرحمن مصطفى لأحرار الشرقية، وكان هناك أيضا إساءة للحراك الشعبي العام على وجه الخصوص مدينة عزاز الذي اعتبرها يعني منبرا للشغب كما ادعى وغيرها. هذا البيان حتى ولو لم يكن هناك تنسيق مع أي جهة، هو بيان صدر نتيجة للتصريحات التي قام بها عبد الرحمن مصطفى. التصريحات كانت واضحة، والاتهامات كيل التهم سواء للشامية أو للشرقية أو حتى سواء المعتصمين أو المتظاهرين أو غيرهم من الشعب الموجود في المناطق المحررة، هذا أمر كان واضحا وحقيقيا. لذلك كان لابد من أن يكون هناك رد واضح أيضا على مثل هذه الافتراءات. طيب وماذا عن الائتلاف؟ هل تشاورتم معه؟ لأنكم تطالبون الائتلاف بحجب الثقة عن الحكومة، كونها يعني تتبع نظريا على الأقل أو كما يفترض للائتلاف. طبعا لا شك كان هناك تواصلات مع الائتلاف بالعموم، ولكن كما ذكرت يعني البيان الذي صدر عن الشامية صدر عن الجبهة الشامية بداية. نعم هناك بعض البيانات التي صدرت لاحقا بموافقة الجبهة الشامية من كثير من الثوار والجهات الثورية، سواء مجلس ثوار حلب أو تجمع شرعيين أحرار أو غيرها من الجهات التي أصدرت بيانات، ولكن البيان ابتداء كان من الجبهة الشامية. نعم كان هناك تواصل مع الائتلاف، نعم كان هناك تواصل مع جميع الفئات ووضعهم في صورة الوضع، ولكن البيان صدر من الجبهة الشامية ابتداء. أنتم طالبتم أيضا يعني أو قلتم اقترحتم خطة للإصلاح، ما هي هذه الخطة؟ الذي اقترح خطة الإصلاح حسب المعلومات هو الأستاذ حسن الدغيم. كان هناك خطة واضحة بداية ابتداء من أن تكون الكوادر الموجودة في المناطق المحررة هي التي تدير عملية هيكلة الحكومة، يكون هناك مجلس وطني يعتبر أشبه بالبرلمان، أن يكون اختيار رئيس الحكومة من الأشخاص الموجودين أو من الكفاءات الموجودة ضمن المناطق المحررة. فكما نعلم بداية يعني رئيس الحكومة غير يعني ليس عنده الكفاءة اللازمة لإدارة الحكومة، شخص غير مقيم في المناطق المحررة، وبالتالي هو لا يعرف معاناة الشعب الموجودة في المناطق ولا يزورها إلا بروتوكوليا ربما يعني كل سنة مرة. أما فعليا يعني يجب أن يكون رئيس الحكومة حاضرا ومستوعبا لمشاكل الشعب ولما يعاني منه. هذه نقطة أساسية وهذه ضمن المتطلبات. أن يكون اختيار رئاسة الحكومة أن يبقى الشخص في منصبه 6 سنوات دون إنجازات ودون أن يكون له أي تحرك أو مثلا الخدمات في المناطق المحررة تعود إلى الخلف بسبب يعني رئاسة الحكومة. على سبيل المثال جامعة حلب تطالب منذ زمن كلية الطب بمشفى جامعي، إلى الآن لم يستطع رئيس حكومة عنده الكثير من المعابر كما ذكر
لها واردتها التي تكلم عنها طبعا افتراء ان الجبهه الشاميه يعني كان هناك بعض الاختلاس او كذا افتراء. طيب كل هذه الواردات اذا عندكم جزء منها، اين هي الانجازات الواقعه على الارض؟ لا نرى اي شيء. طيب اذا هناك مشكله. المبادره المطروحه هي بدايه حجب الثقه عن عبد الرحمن مصطفى لانه شخص غير قادر على اداره الحكومه طيب بشكلها الصحيح، لا سياسيا ولا حوكميا. الشعب السوري يعني اعتقد ان المناطق المحرره تمتلك المئات من الكفاءات ومن اساتذه طيب الجامعات والدكاتره الذين يستطيعون ان يقدموا اداء افضل بكثير من طيب هذا الاداء المتبني. دكتور سمير، هل نتوقع ردا من الحكومه الان بعد اصدار الجبهه الشاميه لهذا البيان؟ نعم، ربما يعني يصدرون بيان او مثل ما اصدروه في اليوم الاول، يعني بيانات تتهم بعض الفصائل وانهم هم على الحليف التركي وانهم ضد الارهاب وغيرها من المسائل، يعني ليس لديهم مجال اخر للتصعيد اكثر من ذلك. يعني عبد الرحمن مصطفى الان في وضع لا يحسد عليه، يعني هو لا يستطيع كسب الحاضنة الشعبية نتيجة الأداء الضعيف له طوال السنوات السابقة، وبالمقابل يعني هو غير قادر على ضبط هذه المناطق كما كان يصور للأخوة الأتراك أو للحليف التركي. وفي هذا السياق يعني كيف تنظر تركيا، ينظر الجانب التركي إلى هذا الخلاف؟ مع الأسف يعني في السنوات الماضية كان الأتراك يعني يحتكروا أو المؤسسات المعارضة تحتكر التواصل مع المؤسسات التركية وخاصة السياسية، ربما الفصائل لديها تواصلات أخرى، فدائما كانوا يعبرون عن هذا الموضوع بأنهم قادرين على تنفيذ أي من الاتفاقات. لكن نحن الآن أمام استحقاق جديد، هو استحقاق قد يغير شكل المنطقة، ليست الموضوع هي اتفاقات أستانا ولا سوتشي ولا غيرها بتسليم بعض المناطق أو غير هذه الأمور. لدينا فتح معبر وربما يكون بعد ذلك تطبيع بين الطرفين واعتراف من تركيا أو إعادة شرعية نظام الأسد، هذا سينعكس على مستقبل المنطقة. فهل هي الأشخاص يعني حتى تركيا أعتقد ستعيد التفكير بهذا الموضوع، هل الأشخاص الموجودين على رأس مؤسسات المعارضة قادرين وفق المصلحة التركية قادرين على تمرير هذه الاتفاقات في الشمال السوري؟ أعتقد لا، سيعيدون النظر وربما يطرح موضوع البديل، معنا عبد الرحمن مصطفى شخص ليس سهل، يعني حتى من يراقب مسيرته السياسية كيف دخل إلى الائتلاف ثم نائبا لرئيس الائتلاف فرئاسة الائتلاف، بعد ذلك تبادل المناصب مع أنس العبدة فرئيس الحكومة، فهو والآن هو J4 زائد واحد زائد عبد الرحمن مصطفى الذي يستطيع يعني تغيير الكثير. يعني حتى بيان الجبهة الشامية ومطالبة الائتلاف بحجب الثقة عن رئيس الحكومة، فمعظم أعضاء الائتلاف أساسا مؤيدين لعبد الرحمن المصطفى. يعني إذا نظرنا إلى تشكيلة الائتلاف هناك المجالس المحلية عبد الرحمن المصطفى ساهم بشكل كبير في اختيارهم، كذلك ممثلي بعض الفصائل العسكرية، لدينا المكون التركماني، الشخصيات المستقلة، لن يعني إذا تم طرح الموضوع للتصويت لا أعتقد سينجح في ظل الظرف الحالي، لأنه يمسك بكثير من خيوط اللعبة بالإضافة إلى حلفائه الجي فور الموجودين في هذه المؤسسات. هل يمكن أن ينزلق الأمر إلى مواجهة مسلحة؟ لا أعتقد الجبهة الشامية ستلجأ إلى هذا الخيار، يعني موضوع بيان نعم وأبدوا موقفهم، لكن هذا ما يريده عبد الرحمن مصطفى. عبد الرحمن مصطفى حاليا يريد أحرار الشرقية والجبهة الشامية ومن سيتضامن معهم من الفصائل أن يدخلوا بصدام، أما مع المعتصمين وهذا يحقق له هدفه في فتح المعابر، أو بقية الفصائل ومع الضامن التركي، أو يظهرون أمام الضامن التركي بأنهم يرفضون أي اتفاقات ستوقعها تركيا وهذا ما يريده. لكن أعتقد الجبهة الشامية أدركت من الدروس السابقة والظروف الصعبة التي مرت فيها خلال السنوات الماضية هذا الدرس ولن تنزلق إلى هذا المسار. أستاذ سراج، ما رأيك، يعني لا تعتقد أن هذا سيضعف موقفكم في النهاية؟ وأنتم يعني على الأقل نظريا تتبعون للجيش الوطني الذي يتبع لوزارة الدفاع التابع للحكومة المؤقتة، ولو نظريا يعني. أعتقد العكس تماما، أن هذا الأمر سيقوي موقف الجبهة الشامية ثوريا. كل سواء الجيش الوطني أو الحكومة المؤقتة أو كذا كلها تكتسب ثوريتها من الشارع الثوري. عندما نرى المظاهرات المطالبة بإسقاط عبد الرحمن مصطفى أو بإسقاط أي جهة، فهذه الجهة تفتقد أو يعني تنحدر مستوى تمثيلها لهذا الشعب، وبالتالي هي تضعف أمام هذا الشعب. أما الجبهة الشامية فإنها بهذا الموقف أعتقد أنها انحازت نحو الشارع الثوري وانحازت نحو متطلبات الشارع الثوري ووقفت
يعني امام هؤلاء الثوار لكي عززت موقفهم او عززت موقفها بهم. يعني الانتماء للشارع الثوري هو يقوي موقف الجبهه الشاميه ولا يضعفه ابدا. اما يعني كما يحاول يعني الطرف الاخر، انا الجبهه الشاميه في صدام سواء مع المشتركه او سواء مع الحكومه، بالعكس تماما. يعني الجبهه الشاميه تحاول قدر المستطاع الحفاظ على علاقات وديه وعلاقات سويه منتظمه مع جميع التشكيلات سواء العسكريه او السياسيه، لذلك نحن جعلنا البيان واضحا جدا بان المشكله هي مع رئيس الحكومه يعني تحديدا. نعم، شكرا لك سراج الدين العمر، مدير العلاقات الاعلاميه في الجبهه الشاميه من عزاز. دكتور سمير، ارجو ان تبقى معنا لمناقشه محورنا الثاني، لكن مشاهدينا بعد هذا الفاصل.